اذا لا بدنا ندخل الروت لوك بدنا نعمل الروت لوكس ديجيتال روت لوكس للفانكشن هاي اللي موجوده هون فراح ادخلهم على شكل نيوميريتر ودينومينيتر نيوميريتر بيساوي ايش المعامل الاول 0.17985 معامل زد معامل والكونستانت 0.10535 اذا هي النيوميريتر 0.10535 وبعدين الدينومينيتر بيساوي 1 ناقص 0.9167 مضبوط 0.9167 بعدين 0.20.2019 عندي صار هذا جاهز هلا بدي اعمل سيستم ديسكريت بيساوي ترانسفير فانكشن نيوميريتر دينومينيتر وبعدين هون انا عندي something تايم راح احطه زي ما هو اللي هو 0.2 هي طلعت معي ترانسفير فانكشن اللي موجوده هناك هلا راح نعمل ار لوكس سيس دي الفوكس هون واضح هيك كويس هلا بعدين راح اعمله راح احط زد جريد وراح اخلي الاكسس يكون ايكوال عشان هلا ما تعمل من هون هيك اذا عملت بتروح الاسبكت ريشيو نسحبها من وين؟ من هون عشان تضلها مربعه وين راح اعمل زوم على المنطقه؟ هاي المنطقه اللي بتهمنا مضبوط؟ اول شيء قبل ما اعمل زوم ايش اللي عندي صار هون؟ تو بولز هي التو بولز هم قديش كان قيمتهم؟ ماينس 7 3 و5 كانوا في الاس بلين هون راح يكونوا المعادلات هون تبعت هذه القيمه اللي موجوده هون بيبدو من هون هي تو بولز وهي الزيرو ولاحظوا الزيرو نيجاتيف ها الزيرو هون نيجاتيف اثنين بولز بيقتربوا من بعض اذا السيستم اول ما بدا ايش كان؟ اوفر دامت كريتيكلي دامت بعدين طلع من هون عندي هذول الاثنين بهذا الشكل بعدين هذا تحرك هون وهذا تحرك هون شو بنلاحظ بلحظه معينه ايش بعمل؟ بصير انستيبل بيطلع من الهاي بصير انستيبل ففي قيمه معينه لكي هون بتخلي السيستم هذا انستيبل بنزل هون بنزل هون وبضل انستيبل لانه رغم انه هذا البول دخل البول هذا لسه برا اليونت سيركل ها هل بكفي انه بول واحد يكون داخل يونت سيركل حتى يصير ستيبل؟ كافي انه واحد يكون برا اليونت سيركل حتى يكون ستيبل، اذا السيستم رح يصير انستيبل بعد القيمه هاي لكي رح السيستم رح يصير انستيبل دكتور؟ نعم. ليش الزيرو نيجاتيف؟ ليش الزيرو نيجاتيف؟ ليش قيمة زد هون؟ الزد بالبصر ايش قيمة اللي بالبصر؟ 0.17985 لا 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 ايش قيمة ايش معنى الزيرو؟ شو معنى الزيرو؟ راح اصفر القيمة راح اصفر راح اصفر قيمة الزيرو شو تعريف الزيرو؟ القيمة اللي بتخلي المقام البسط زيرو ايش قيمه زد اللي راح تخلي هذا زيرو هل بقدر احط بوزيتيف فاليو لزد ويصير البسط زيرو لا. لا لازم تحط نيجاتيف فاليو مش هيك اللي هي شو اللي هي زد بتساوي ماينس 0.10535 على 0.17985 اوكي فهي نيجاتيف زيرو وريل ريل فاليو حتى هذوك الاثنين ريل لو عملت المميز راح تلاقي انه الجذور تبعت هذا كمان ريل لانه 0.9 في 0.9 بصير 0.8 فبتطلع هاي اكبر شوي صغيره ال 4 AC اكبر شوي صغيره فبطلع اثنين ريل بس بعد فتره صغيره من زياده كي بصيروا بصير هون كريتيكلي دامت بعدين بصير اندر دامت نعم ليش ما طب شاطع كلوز لوب انا شاطع الاوبن لوب احنا شو تعريف الروت لوكس؟ عشان هيك لازم دائما نكون فهمانين شو اللي بنحكيه، شو الروت لوكس؟ الروت لوكس من وين ببدا؟ من اي نقطة ببدا؟ من الاوبن مضبوط؟ إذا أنا لما بعمل بلوتنج للروت لوكس مين عم بعمل بلوتنج للروت لوكس؟ باخذ الأوبن لوب سيستم وبفترض إنه ضرب في كي فأنا لما بعطي لما بقول اعمل لي بلوتنج للروت لوكس عم تعمل بلوتنج أنت للأوبن لوب سيستم على أساس لما تحطه في كلوز لوب وتغير كي بيبدأ يتغير الخط مسار الخط مضبوط؟ فإحنا أعطيناه الأوبن لوب سيستم على فرض إيش؟ على فهم إنه إيش؟ على تعريف الروت لوكس إنه أنا ببدأ بغير كي وبحطه في كلوز لوب وبده يتحرك يعني هو وين اوبن لوب هون؟ النقطتين الوحيدتين اللي هم اوبن لوب هم هذول اللي بس الاوبن لوب
الخط شو بيمثل؟ كلوز لوب. يعني بس بدينا من هون من اوبن لوب لما كانت كي زيرو، بس بدل كي تتغير تسكرت اللوب عمليا، وبدل كي تتغير هون. بس انا شو اللي بعطيه؟ ما بعطيه الاوبن لوب، ما بعطيه الكلوز لوب، بعطيه الاوبن لوب فانكشن، هو بيعمل لها بلوتنج على الروت لوك. انت دائما هيك حتى لما كنت في الانالوج بتعطي انت الاوبن لوب، بتاخذ الاوبن لوب فانكشن بتدرسها على فرض انها رح تنضرب في كي وتتسكر اللوب، وناخذ نيجاتيف فيدباك. وكمان احنا هون مفترضين نيجاتيف فيدباك، هذا مفترض انه هون الاشاره هون نيجاتيف، لو كانت هاي بوزيتيف فيدباك شكل الرسم رح يختلف، ما بهمناش يعني. بس في ناس بترسم البوزيتيف فيدباك بترسم شكل مختلف. هلا احنا شو الريكوايرمنت كانت؟ ايش اليوزر ريكوايرمنتس اللي عندي؟ اوفرشوت. اذا ايش اللي محدد عندي؟ زيتا 0.7. اذا بدنا نعمل زوم على المنطقه اللي زيتا فيها 0.7 اللي هي هون، هي تقريبا هيك كافي مش هيك؟ اذا عملنا زوم اكثر يمكن هاي نقدر نعمل زوم اكثر، ما بعرف اذا بقدر اعمل زوم اكثر من هيك. طيب شو الان هاي الرسمه هلا بتقول لي؟ شو معناها؟ هذا الخط ايش معناه؟ ايش بيمثل؟ بيمثل الروت لوكس، يعني ايش هو؟ مسار ايش؟ صار واحد من البولز على قيم مختلفه لكيه؟ الروت لوكس ما بيمر هون ولا بيمر هون، هذا المكان الوحيد اللي بيمر فيه، معناها بقول لي انه انت لو غيرت كي بامكانك تحقق اي نقطه من النقاط اللي موجوده هون، البول بيقدر يمر في اي واحده من النقاط الموجوده هون، على قيم مختلفه لكيه؟ ايش انا اللي بدي اياه؟ اذا هدول الاثنين بتحققوا الشرطين عندي، هذا خط ممكن امر عليه بتغيير كي، تغيير كي لحاله بدون ما احط كومبنسيتر. هذا طبعا واحد من البولز، الكومبلكس كونجيجيت بير تبعه موجود تحت. وبعدين ايش عندي؟ المطلوب مني اوفر شوت مقدار 4.6% اللي هو زيتا شو بتساوي؟ 4.7. هاي النقطة إذا هاي النقطة قديش زد عندها؟ هل زد عندها النقطة هاي ريل ولا كومبلكس؟ كومبلكس. قديش قيمة زد عند النقطة هاي؟ شو لازم أعمل؟ بنزل خط من هون تقريبا 0.4، وبدي أمشي خط من هون تقريبا 0.32. خلينا نشوف أنا قديش حاسب ما عندي النقط. 0.4 بلس 0.32. إذا زد 1 2 بتساوي 0.4 بلس ماينس 0.32. ليش حكيت بلس ماينس 0.32؟ لأنه في عندي واحد ثاني تحت، هذا اللي هو 0.4 بلس 0.32، واللي تحت بصير 0.4 ماينس 0.32. إذا صارت عندي قيمة زد، بس أنا شو القيمة اللي بدي إياها؟ حتى أكمل تصميم الآن شو اللي بدي إياه؟ أنا عارف الآن قيمة زد اللي بتحقق عندي هذا الشرط كي، يعني أنا حتى أكمل التصميم بدي أعرف قيمة كي، ماشي أنا عارف قيمة زد، بس لازم الآن أعرف قيمة كي. إذا بنخلي هذيك هلا 0.4 بلس 0.32، إيش اللي رح يساعدني إني أطلع قيمة كي؟ إيش؟ ماينس 1 تماما، إيش اسمه هذا؟ ماجنتيود كونديشن، أنت حكيت ماجنتيود كونديشن؟